بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناة زوكا تيك، وأهلا بكم في الحلقة الرابعة من كورس المستوى الأول للمبتدئين في الدبلومة الشاملة للإكسل. الناس اللي أول مرة تخش معانا الكورس في 3 محاضرات فاتتكم، يا ريت تتفرجوا عليهم الأول قبل ما تكملوا الفيديو علشان خاطر تقدروا تحصلوا على أكبر فايدة ممكنة. يلا بينا نبدأ المحاضرة بتاعتنا. دلوقتي انت خلصت الداتا انتري بتاعتك واكتشفت في مره ان انت عايز تدخل صف زياده، عمود زياده، خلايا زياده، اي بيانات المفروض ان هي تخش بس من غير ما تضر البيانات وتقعد تمسح وتعيد كتابه. ده اللي احنا هنتعلمه مع بعض دلوقتي، ازاي تعمل انسيرت او ادراج لعمود او صف او خلايا. لو احنا مثلا مضطرين ان احنا ندخل صف ما بين الاسم وتاريخ التعيين، هتيجي تقف على تاريخ التعيين اللي هو حرف السي، تقف على الحرف من فوق وتدوس كليك يمين وهتلاقي كلمة ايه insert، بتدوس عليها بيعمل لك عمود في وسط العمودين اللي كانوا مكتوبين بدون ما تمسح اي حاجة. طب انا عايز اعمل ما بين ال A وال B، بتقف على اخر عمود انت عايز تحط قبليه وتدوس كليك يمين insert وهكذا. طيب لو انا عايز امسح عمود، بدوس على العمود اللي انا عليه اللي هو مثلا بدوس على ال B وادوس كليك يمين، هتلاقي بدل insert هتلاقي كلمة delete، اول ما بدوس delete هتلاقيه مسح الايه العمود على طول. طيب نفس الفكرة للصف، لو عايز اعمل مثلا ما بين الصف رقم 3 و4 ده عايز اعمل صف زيادة، اجي اقف على اخر صف اللي هو رقم 4 كليك يمين وبرضو اعمل ايه انسيرت. انا ازاي اعمل سيلكت للعمود او الصف؟ بقف على الرقم من هنا، يعني هنا عملت للصف سيلكت، بقف وقفت على الرقم والعمود بقف على ايه الحرف. نفس الفكرة، عايز اعمل مثلا ما بين 8 و9، باجي عند التسعة دوس كليك يمين ايه انسيرت، تمام. وبرضه نفس الطريقه بتاعت الديليت، بقف على الصف اللي انا عايز ادلته كليك يمين ايه ديليت. ده بالنسبه لادراج او انسيرت الصفوف والايه والاعمده. طيب الكلام ده لو انا بحط عمود جديد، كولوم جديد او نيورو او اللي هو ايه صف جديد. طب افرض ان انا عايز انسخ، يعني اعمل نسخه تانيه للاسم هنا الناحيه دي، او ان انا انقل الاسم هنا من هنا لبعد الراتب او ما بين الراتب وتاريخ التعيين. ونفس الفكره لو انا عايز انسخ او انقل اي صف، طبعا الفرق ما بين النسخ والنقل اللي هو كات وكوبي. اوكي، دلوقتي لو انا عايز انسخ العمود بتاع الاسم ده واحطه ما بين الراتب وتاريخ التعيين، بعمل كليك يمين كوبي وباجي ما بينهم زي فكره الانسرت، وبنزل بحط ايه كلمه ايه انسرت كوبي سيل. يعني ايه؟ انا هحط اللي انا اخدته كوبي هحطه ما بينهم، مش انسرت بس، مش كلمه انسرت بس، وادوس اوكي. هلاقي ان هو اتحط ما بين الراتب وتاريخ التعيين. طيب لو انا عايز انقله بقى من مكانه واحطه ما بينهم، بدوس كليك يمين بدل كوبي باخد كات، وبنفس الفكره بروح هنا كليك يمين انسيرت كات سيل، هو بيحطه ما بين تاريخ التعيين. هنا تلاقي الاسم اتشال من هنا واتحط ما بين تاريخ التعيين والايه والراتب. ونفس الفكره برضو للرو، لو انا عايز مثلا ابراهيم ده اعمل منه نسخه تانية، كليك يمين كوبي واجي هنا مثلا ما بين حمزه وخالد وادوس ايه انسيرت كوبيت سيلز اهي. او لو انا عايز انقله خالص من هنا واحطه ما بين حمزه وخالد، هيبقى كات بدل كوبي، واجي ما بين حمزه وخالد واقول انسيرت كات سيل، اهو نقل ابراهيم من فوق ونزله ما بين حمزه وخالد. اخر حاجه عايز اقولها في موضوع الصفوف والاعمده ده، احنا اتعلمنا الانسيرت او الاضافه وتعلمنا الديليت. طب افرض انا مجرد ان عايز اعمل اخفاء، مش عايز ادلت عمود او صف، نفس الفكره برضو باجي كليك يمين على الصف على العمود اللي انا عايز اعمل له اخفاء، وهنزل على كلمه هايد، هايد اللي هو يعني معناه ايه اخفاء. كده انا خفيت العمود، ما دلتوش، ما عملتلوش مسح، والدليل هتلاقي كلمه اي سي، البي مش موجوده بس هي كده ما اتمسحتش. علشان خاطر تظهرها بتعمل سيلكت على العمودين اللي هي ما بينهم، وبعد كده تدوس كليك يمين ان هايد. نفس الفكره للرو، لو انا عايز اخفي الصف بتاع احمد ده كليك يمين هايد، ولو عايز اظهره تاني اعلم على الصفين اللي هو ما بينهم وادوس كليك يمين ان هايد. كده انا اقدر اعمل اخفاء للصفوف او الاعمده واظهرها مره تانيه. الحاجه اللي بعد كده احنا عايزين نتعلم مع بعض دلوقتي ازاي ارتب الداتا او ازاي اصفيها. يعني ايه ارتب الداتا او اصفيها؟ يعني هيجي هنا مثلا لو على تاريخ التعيين،
انا عايز الترتيب ما يكونش يعني بص هنا 5 6 7 يناير ماشي من القديم للجديد، لا انا عايز من الجديد، انا عايز اعرف اخر الفترة انا عينت مين. ونفس الفكرة لو مثلا في الرواتب عايز اعرف، انا عايز الترتيب من اعلى الرواتب لاقل الرواتب، هنا الترتيب من اقل الرواتب لاعلى الرواتب وهكذا، تمام؟ او انا لو عايز ارتب الاسماء دي ابجدي يعني الف ب ت وهكذا. الكلام ده كله بعمله منين؟ من هنا من التاب بتاعت هوم، بروح على حاجة اسمها سورت اند فلتر. احنا دلوقتي هنشتغل على السورت، السورت ده يعني ترتيب. لو اخدتوا بالكم لو جيت وقفت هنا على الراتب وجيت دوست على سورت هتلاقيه بقى يقول لك ايه سورت سمولر اند تو لارجست، يعني انا هرتب لك من الصغير للكبير او العكس من لارجست تو ايه سمولر، يعني يا من الصغير للكبير يا من الكبير للصغير. ولو جيت وقفت على التاريخ ورحت على سورت هتلاقي من اولد نيو او من نيو اولد، يعني اتغير هنا كام من الصغير للكبير او من الكبير للصغير، هنا قال لك من الاقدم والاحدث. لو جيت وقفت هنا على الاسماء هتلاقيه بيقول لك ايه من A to Z او من Z to A، يعني الترتيب ده بيتغير على حسب نوعية الداتا اللي موجودة في الكولوم. لو تفتكروا في اول الكلام خالص قلت لكم ان الفورمات بتاع الداتا او نوعية الداتا بيفرق كتير جدا قدام معانا في الكورس. فانا دلوقتي مثلا عايز ارتب الترتيب ابجدي للايه للكولوم بتاع الاسم، بعلم على العمود B واروح على سورت وهدوس على مثلا سورت A to Z، هتلاقوا ان هو ظهر لك الجدول ده او المربع ده. المربع ده عبارة عن ايه؟ المربع ده ايه الاختيارات بتاعته؟ الاختيارات بتاعته ان هو لو هو هيرتب هنا طبعا احمد هيكون فوق في اول رو. هل هو انت عايز، هل انت عايز احمد بالصف بتاعه كله يطلع فوق ولا عايز بس احمد هو اللي يطلع فوق؟ فطبيعي ان احنا عايزين الصف بتاع احمد كله هو اللي يطلع فوق، فهنسيب الاختيار زي ما هو وادوس ايه سورت. هتلاقوا ان اهو ابراهيم واحمد ابتدت الترتيب يتعمل ايه ابجدي الالف وبعد كده مفيش ب مثلا ونوت في ح وهكذا لغايه اخر حرف اللي هو الايه، ده الترتيب الايه الابجدي. لو رجعنا تاني ونفس الفكره لو انا عايز ارتب التاريخ ده من الاحدث للاقدم هروح على سورت بعد ما اعلم عليه واقول مثلا ايه من نيول الايه للاولد، اهو سورت هيطلع لي 14 بنفس الصف بتاع التاريخ اللي انا اخترته. لو رجعنا تاني مثلا جينا رتبنا هنا الرواتب على الاكبر يعني نخلي ال 10000 دي تطلع ايه تبقى هي الاول اهي، ونزلني الاصغر من الاكبر للايه للاصغر. ده كده السورت او الترتيب اللي انت ممكن تحتاجه لو انت عايز تنظم داتا معينة. يا رب أكون أفدتكم ونلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله.